من مراكش عاصمة النخيل وسحر الشرق، يطلق مهرجان مراكش الدولي للفيلم رسالته للعالم. السينما ليست مجرد شاشة، بل نافذة مفتوحة على الحلم، الأمل والتغيير. وفي افتتاح المسابقة، فيلم صومالي يكسر الصمت ويعيد صياغة المعاناة برؤية سينمائية استثنائية. الفيلم الصومالي القرية المجاورة للجنة يفتتح المنافسة بروح مقاومة وصوت إنساني قادم من أعماق التخوم، ليبرز قدرة السينما على تحويل الألم إلى فن واليأس إلى أمل. ممتن كثيرا للدعم الذي قدمه برنامج ورشات الأطلس في إطار مهرجان مراكش كتجربة رائعة للمواكبة والاحتكاك أنضجة المشروع. الفيلم كان عبارة عن تحد كبير على مدى فترة التصوير التي دامت 3 شهور. إنها المرة الأولى التي يخرج فيها فيلم بكامله في الصومال، لكنه تحد كان محفزا على مستوى الإبداع. الفضاء هو البطل الأول، حيث تروي الصحراء، البحر الخالي والمدرسة المهجورة قصصا أعمق من الكلمات. يبرز الفن واقعا صعبا، لكنه يراهن على إرادة الإنسان وقدرته على التغيير. ما نحتاجه هو الأمل، هو ضمانة البقاء في أوضاع مثل ما عرفها الصومال. الأمر لا يتعلق فقط بتصوير جامد للأوضاع الصعبة في هذا البلد، بل برصد كيف يفكر الناس من أجل تغيير حياتهم نحو الأفضل. من هنا، من قلب مراكش، تستمر رحلة السينما في مخاطبة العالم بلغة الفن والإبداع، لغة تجمع الشعوب.